بيجي السؤال التالي بيقول لك the following probability distribution find the A. الآن عندك إنه summation للـ probability يساوي إيش؟ 1 اجمع A 0.50 plus 2A plus 0.25 بصير كأنه 3A plus 0.4 هذا كل شيء يساوي 0.6 صح؟ بي الإجابة. لا لا غلط. الإجابة دي 0.4. الإجابة دي لأنه 3A هي اللي تطلع 0.06 هو بده منك الـ A صح؟ ايوه دكتور تطلع 0.6 لا الـ A بتطلع 0.2 لأنك بدك تحسب يا بوي عندك الـ 3A هي 0.6 الـ A بلس 2A هاي شايفكم هون في 2A A وهون في A كلهم هذول 0.6 ايه واقسمها على اثنين اقسمها على ثلاث اي تمام تمام يعني يمكن يجيب لك جدول A 2A ها شوف 3A 4A كله A بدك تقول A 2A 3A 3A 6A 4A 10A 10A equal 1 إذا A equal 0.1 حلو صح اذا جاب لك يعني هذا الشكل من التداول بتشكل فيه زي ما بدك الاي عيب في مو كثير بس ما كنت موجود ما كنتش ايش؟ ما كنت موجود ما كنت حكيت لي هذا ممكن تبدا ايش عيد يلا حل لنا هذا السؤال عشان عيد اي واحد اي ولا بي لا اي بي هذا السؤال لو وصلنا هنا ايوه انت السي هذه الاي كيف قلت تبدا عند 2 اي طيب ايش الفكره من هنا؟ يعني الفكره بالسؤال ايش هي؟ انه شو اسمه؟ انه ايش؟ انه السميشن للبروبابيلتي للاكس لازم يساوي 1 خلاص اي جدول بقول لي عنه بروبابيلتي ديستريبيوشن السميشن للبروبابيلتي شود بي ايكوال 1 بغض النظر شو الموجود هنا صح؟ الآن نجمع A plus 0.15 plus 2A plus 0.25 لازم كله شو يساوي 1 كأنك بتقول إن 3A plus 0.4 يعني جمعت الـ A مع بعض والأعداد مع بعض لازم يساوي 1 كأنك بتقول إن 3A equal 0.6 فال A تطلع تساوي equal 0.2 صح؟ إيه. الآن يمكن أنا أحول بهذا السؤال يعني ما تجيبوش بالطريقة هاي يمكن أنا جاء أقول لك A هنا مش 15 هنا 2A هنا 3A هنا 4A الفكرة كلها هنا أوكي يعني A plus 2A plus 3A plus 4A بتصير 10A equal 1 معناته A equal 1 over 10 يعني 1.0.1 صح؟ صح يمكن هنا أقول لك A وهنا 0.15 وهنا برضو A صح؟ A و A بصير بس الفكرة كلها هذا اللي فيها متغيرات تدور حول انه السميشن للبروبابيلتي للاكس ايكوال 1 ومن ثم بتطلع معك معادلة وهالمعادلة فيها متغير صح؟ بس صح وضحت؟ ولا لسه؟ طيب نروح على السؤال اللي بعده بقول which of the following correctly probability distribution for a family حلو باجي أنا for a family of three children بتذكر شو يعني family of three children أولا المفروض إنه عدد السامبل سبيس
يكون 2 to the power 3 يعني 8 صح؟ yes. تمام. الآن بعرف ما أكتبهم هذول المفروض باي باي صح؟ ومش عارف أكتبهم. تذكروا كلامي لما قلت لكم هذول لازم تكونوا حافظينهم 3 coins 3 boys 2 coin 2 boy هاي لازم يكون بدماغك السابل سبيس. الآن بقول لك let x be represent a number of boy. حلو النمبر اوف بوي في هاي العائلة إما 0 وإما 1 وإما 2 وإما 3 صح؟ هذا قيم مين؟ هذا قيم x. مين من هذول الجداول بيحتوي على 0 1 2 3 بي. هل البي ما هو ممكن تلاقي اكثر من واحد بيحطهم. هل البي السميشن ايكوال 1؟ نعم السميشن للبي ايكوال 1. انه ممكن جدول يقول لك 0 1 2 3 لكن السميشن ما يطلع 1 صح. طيب شو يعني 0؟ يعني غير 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 صح. Yeah. اللي هي 1 over 8 شو يعني 3؟ يعني boy 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 اللي هي 1 over 8 معناته صح. شو معنى 1؟ يعني boy girl boy girl girl او girl boy girl او girl girl هاي 3 over 8 صح. وهذا 3 over 8 معناته الإجابة دي. وضحت يا بوي؟ وضحت دكتور. يعني بدل ما يجيب لك construct a probability distribution for مثلا family contain three boys or three girls children جاب لك مين منهم بشكل. يعني ما بدك تكتب بدك تختار هنا. فالأصل تكون تعرف تشكل construct صح ولا لا؟ طيب شو ممكن يجيب لك بدائل عن هذا السؤال؟ ممكن يجيب لك يقول لك three coins tossing three coins. طب هي نفس الفكرة صح ولا لا؟ tossing a die. طيب مين منهم؟ 0 ما فيش 0 في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بالداي صح ولا لا؟ 1 over 6 1 over 6 1 over 6 1 over 6 صح؟ صح. فهنا يعني هذا السؤال ممكن يجيك تشكيلي عليه بس كل 2 children 3 children 2 coins 3 coins وهذول الأصل شو تكون أنت فاهم؟ يعني عارف الفضاء العيني اللي منهم وكيف توزيعهم تمام؟ تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه يقول لك جدول. For the following probability distribution, find x greater than or equal to 2. هنا انت صار عندك وعد انه هذا عبارة عن discrete probability distribution صح ولا لا؟ لأنه ما ياخذ 1, 2, 3, 4, 5. مش continuous. له normal distribution. أصبحت المفاهيم عندك مكتمل الآن. في عندي ديسكريت وفي عندي نورمال وفي عندي ممكن يسألنا عن بروبيتي ديسكريت وبروبيتي نورمال صح ولا لا؟ الثاني اللي أمام هو ديسكريت. لما يقول لي greater than or equal to 1 يعني بجيب الـ 2 والـ 3 والـ 4 والـ 5 طب بدل ما أجيبهم بجيب 1 minus 1 point 3 point 7 صح ولا لا؟ صح. طيب بالاختبار ممكن يشكل لك يقول لك less than less than greater than greater than less than بدون equal صح؟ طب equal طب هاي كم سؤال جبنا لكم greater than less than or equal و greater و less than or equal وكلهم ايش؟ اسئلة مالها؟ مختلفة مضبوط؟ وبيجي بقول لك اعملنا نماذج صح ولا لا؟ صح صحيح ولكن هي كلها بتدور بنفس الفلك. طب بدل ما يقول لي greater than بيجي بقول لي at least 2 صح؟ دقيق انت وزميلك بتحلوا نفس السؤال بس واحد greater than or equal واحد at least 2 طب شو بيفرق جوابك عن جوابه؟ نفس الشيء نفس الشيء. شو يعني at least 2؟ يعني 2 و 3 و 4 و 5 طب انا قاعد بقول لك greater than or equal 2 يعني 2 و 3 و 4 و 5 انت شو بيفرق؟ نفس الإجابة لكن الكلمات عاد كيف وقعها على الطالب كيف يفهمها يعني صح؟ بسيطة جدا بسيطة بس بنناقشك انه الافكار الاسئلة كيف ممكن تيجي يعني او انه كيف يلعب لك في اللفظ ولا هي الاجابة سهلة صح؟ شو؟ فضل يا ابوي في
شيء ما فهمته بالبروبابيلتي اللي هو النورمال والديسكريت. النورمال والديسكريت قصدك الديسكريت والكونتيني. ايوه الحين ديسكريت يكون نمبر عادي. ديسكريت هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا هو ديسكريت زي الباينوميال ديستريبيوشن. والبروبابيلتي زي الكونتينيوس. الكونتينيوس زي ابوي شو اسمه النورمال ديستريبيوشن لما كان يقول لك البروبابيلتي لزد جريتر ذان 1.2 تروح على الجدول وتجيبها هذا هي الكونتينيوس. بس انا ما بقول انا شوف انا ما بحكي باللي معك ومش معك، انا بحكي بالعلم اللي تعلمته بالافكار اللي صارت عندك بالربط. ايه انا احسبتها عشان كذا سالتك. لا لا انا ما بجزئ العلوم، العلوم لا تتجزا، المفاهيم يجب انك تفرق بينها عشان تعرف تحلها. فهمت يا ابوي؟ طريقه تفكيرك وتعاطيك لازم ما مش على المحاضره مش الاختبار، انا ما بقرا الاختبار ولا بقرا لمحاضره، انا اخذت شابتر 6 كامل بحكي عن كونتينيوس. الان المفروض اقارن ما بين كونتينيوس وما بين ديسكريت، شابتر 4 و5، ايش الفرق بينهم؟ كيف كنا نتعامل معهم؟ كيف الاسئله؟ معرفتك بهذه الحقائق بصير يوسع مدارك مخك في تفكير في الحلول للاسئله. لا تضيق مخك على محاضره ولا تضيق مخك على سؤال، خلي افاقك دائما مفتوحه لاجل تعرف تتعامل مع المشكله. عرفت يا ابوي؟ فهمت علي. ها؟ لانه بكره انا باجي بقول لك برومتي لاكس جريتر ذان 2 بس ما بيكون جدول زي هيك، بيكون نورمال ديستريبيوشن، كيف بدك تتعامل معه؟ صح ولا لا؟ صح. فبالتالي لازم تعرف انه في ديسكريت وفي كونتينيوس. طيب نيجي للسؤال اللي بعديه. بقول لك فور جيفن بروبابيلتي ديستريبيوشن فايند ذا مين. يا سلام، في اسهل منه هالسؤال؟ يلا اللي معه آلة حاسب يضرب. المين شو هو؟ مش كان يقول لي الميو هو عبارة عن الاكسبكتيشن لإكس اللي هو عبارة عن سميشن لبي اوف إكس في إكس. مضبوط ولا لا؟ يلا اضربه اضرب. هاي بتصير 0، هاي بتصير 0.8 صح؟ لما تضرب هاي بتصير 1.6 صح ولا لا؟ 1.6 2.4 هاي الحل بي. خلاص بكل سهوله. فلا تيجي بكره بالاختبار تقول لي والله هذا السؤال اخذ مني دقيقتين، لا هذا لازم لمحه ياخذ منك اقل من 15 ثانيه. مضبوط ولا لا؟ صحيح. في اسئله قلت لك المفروض تكون لمحيه عندك، مش تقعد ساعه تفكر شو بدك تعمله. مين؟ طوالي ضرب 0 0 خلص تو كذا كذا على الاله الحاسب بحطهم ما تطلعلش اجابه، لانه في اسئله برضه جايه اللي ممكن بدها وقت اكثر شوي. فبلاش اكون اقف على الاسئله شو اسمه السهله والاسئله الصعبه نفس الوقت. وبرضه لازم اكون متاكد من الاجابه. طيب اللي بعده شو قولهم؟ Which one of the following distribution represent a probability distribution؟ حلو، شو يعني represent a distribution؟ يعني summation ل x ل b of x should be equal شو؟ 1. يلا مين منهم؟ اولا هذا في سالب مرفوض صح؟ ظل الخيار هنا 2 3 5 6 7 8 9 هذا السميشن له 9/7 برضه هذا مرفوض صح؟ 2 و 3 وهنا 1 5 5 و 7 7 بس هنا لازم اضرب بشو اسمه ب 5 صح ولا لا؟ هاي 5/15 السميشن كم بيطلع قلنا؟ اقل مضبوط بيطلع 13 اوفر 15 معناته برضه هذا مرفوض. ايه بضل هذا خلص. ايه اجمعوا صح يا شباب؟ يطلع واحد. تمام الامور. شوف اللي بعده. ماشيين معي؟ يعني مش تقولوا بكره بالاختبار بيجيب لكم شيء فائق، لا 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 ما في، هذا هن اللي بدهم يجي. بقول لك ليت اكس بي باينوميال ديستريبيوشن، باينوميال راندوم فيريبل، حلو، شو بترتب على يعرف عن الباينوميال؟ خصائصه، يترتب على يعرف انه في له تو اوت كام،
انه في له قاعده بتجيبها اللي هي ان كومبينيشن اكس في بي تو ذا باور اكس في كيو تو ذا باور ان ماينس اكس. من وين بجيب البي؟ من وين بجيب الكيو؟ صح. كلمه باينوميال ديستريبيوشن لازم انت تجيب كل هاي الافكار وتحطها امامك. الان بيجي بقول لك with n equal معناته أعطاني n والله لا بارك الله فيه ومعطيني b معناته طوالي شو بقول أنا ها معناته الـ q هي عبارة عن 0.7 ها صح صح ولا لا؟ صح صح. find the mean أها الميل هو n في b صح. الفاريانس هو n في b في q خلاص 0.3 في 0.3 في 12 كم بطلع 0.6 مين منهم فيهم فيهم 0.6 دي و سي صح ولا لا؟ معناته الاي غلط والبي غلط. طيب ان في بي في كيو شو بتطلع عندك؟ 2.52 معناته هذه غلط وهذه صح. طب متى بتصير هذه صح؟ اذا كان قايل لي هون مش فيريانس بده الستاندرد ديفيشن صح؟ خذها جذرها يشوف إذا فعلا تعطي ستاندرد ديفيشن صح مع التقليل كيف. ايوه اه فبدك تكون يعني انت وزميلك بتحلوا نفس السؤال بس واحد يوجد لنا فيريانس وواحد شو بده يوجد لنا؟ ستاندرد ديفيشن مضبوط ولا لا؟ مضبوط. وهذا سهل بالنسبه للباينوميال ديستريبيوشن. باينوميال فيريبل هذا الديستريبيوشن سهل لانه ان في بي في كيو ان في بي يعني ما بدي اخترع قوانين من عندي بس مش بالاختبار والاختبار شغال اقعد اتذكر شو هو المين تبع الباينوميال. لا ان في بي وان في بي في كيو هنا نفس الشيء بقول لي باينوميال حلو اكس باينوميال راندوم فيريبل ان معطيني اياه وبي معطيني اياه واكس معطيني اياه معناته صفى اجيب كيو. كيو هي بوينت قلنا 7 صح. طيب شو بده اكس equal 3 معناته لازم اتذكر القاعده اللي بتقول 12 combination 3 صح. point 3 to the power 3 time point 7 to the power ايش 9 هيا بلاش يلا خلي لك تصير معي صح ولا لا؟ ليش 9؟ لانه 9 بلس 3 بيعطيك 12 صح؟ حطوها على الآلة الحاسبة؟ يلا ها هاي أنا بدي أحطها على الآلة الحاسبة. فل شيفت كومبينيشن 3 ضرب بوينت 3 تو ذا باور 3 ضرب بوينت 7 تو ذا باور 9 إيكوال طلعتوا إجابة؟ هاي شباب ايه طلعت الدكتور كم؟ ايه صحيح هاي الإجابة. حط البلاد الحاسبة الأرقام هاي تطلع معك مزبوط؟ طيب بقول لك in a die rolling 360 time find the standard deviation. standard deviation لمين؟ لنمبر الفور اللي بده يطلع عندي من ال 360 قديش بيطلع 4 عندي بده انه ستاندرد ديفيشن. طبعا لازم انا اجيب الان واجيب البي واجيب الكيو عشان يعرف. طب شو عرفني انه هنا اداي كذا 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 انه هذا باينوميال؟ لانه قال لي بدي احصل على العدد 4 هذا النجاح والباقي اللي هو احصل على ال1 وال2 وال3 وال5 وال6 هذا فشل. الان هو عباره عن فير في هذا اوفر 6 حصول على الرقم 4 طب والكيو هي 5 اوفر 6 صح صح خلص بده الستاندرد ديفيشن ماشي سكوير روت ها هاي سكوير روت لا 360 تايم هاي 1 اوفر 6 صح تايم 5 اوفر 6 كم يساوي؟ هذا هو سكوير روت للفتدي مضبوط ولا لا؟ بس
تمام. نيجي هنا A survey found that one, طبعا هذا السؤال مش مكتوب بالأحمر، أنا اللي علمت كنت أشرح نشاطي قبل. A survey found that one out of five American، يعني واحد من خمسة، يعني عندي رقم اسمه واحد over five. تمام. Say or he or she visit a doctor، معناته اللي قالوا ما زرناش طبيب four over five، صح ولا لا؟ لاحظ عندي احتمالين الآن، أنا مش عارف مين بي وكيو، حتى بنحددها. If 10 people، 10 people select random، بنعرف عنهم أي صفة هذول؟ زاروا طبيب أو ما زاروا طبيب؟ لا، معناته الآن equal 10. حلو. Find the probability exactly 3، exactly 3 معناته x equal 3، ما لهم الـ 3 هذول؟ الـ 3 هذول visit a doctor. معناته هذا ال 1 over 5 اللي هو احتمال فيزيت ا دكتور هو بصير عندي بي، معناته 4 over 5 شو هو؟ هو الكيو. حلو يا شباب. وانا قلت لكم كيف بدك تميز سؤال باينوميال عن غيره؟ فيزيت ا دكتور نوت فيزيت ا دكتور، صح؟ يعني المجال او العين اللي عندي مقسوم الى قسمين، زار طبيب او لا يزور طبيب، يشرب قهوه لا يشرب قهوه. حلينا لا مش حلينا، تو اوت كم، ابيض اسود، صح؟ صح. فلما قال لي 1 اوت اوف 5 اوف امريكان هي اور شي فيزيت ا دكتور، معناته اللي ضلوا ما بيزوروش طبيب، خلاص. وعشان بكرة تقول لي طب كيف بدي أميز السؤال الباينوميال؟ بقول لك بيكون قاسم المجتمع زارا لم يزر، يلبس لا يلبس، يشرب قهوة لا يشرب قهوة، بس لو عندك two outcome. فالآن شو بده هو؟ exactly three، معناته هو بطلب منك probability ل x equal three. شو بتحطها بالقانون اللي هي 10 combination 3 1 over 5 to the power 3 4 over 5 to the power 7، صح؟ لأن هذول العددين لازم يكونوا مجموعهم 10. بالقانون يلا 10 combination C جواب C C يعني بتكون محسب 3 ضرب ماشي نعم يا بول. الحين لو قال لي will have not visit، ايوه بصير ال B هو 4 over 5 وبصير ال Q هو 1 over 5. حلو؟ مضبوط. ايوه ما هيك. وهسه شوف كمان بالسؤال الثاني كيف بتأكد على الفكرة. شو بقول السؤال الثاني؟ Public opinion report 5% of American afraid begin up alone in the house in the night. حلو، ها ركز على الكلمة هذه. If a random sample of 20 American، يعني الآن صار عندك هو عبارة عن 20، صح؟ لأنه هذول أنا ما بعرف عنهم ولا صفة، بخاف أو ما بخاف، مجرد 20 شخص. If selected find a probability there are at least 3 people. At least يعني كأنك بتقول X greater than or equal 3، صح؟ هاي معنى الاتليست. مالهم in the sample who are afraid begin alone، معناته ال B هي عبارة عن 0.05، صح؟ ايوه. ليه؟ لانه هيو قال لك انه يبقوا خائف، يبقوا في البيت، يخافوا يضلوا في البيت. The Q equal 0.95. الآن مشكلة اللي قريت دردان 3، عندك من 3 إلى 20، صح ولا لا؟ بدك تحسبهم. طب كثير هذول، صح ولا لا؟ يعني بدك تحسب probability لل 3 ولل 4 ولل 5 ولل 6 ولل 7 ولل 8 ولل 9 لل 20. طب والله كثار. طب أفضل شيء أجي أقول أنا بحسب probability من 1 إلى 2 لل 0 وبروبابيلتي لل 1، صح؟ ايه انا صح. probability
لاب 2 صح؟ صح خلاص كده وبجمع هذول نقص من 1 وبقول 1 ماينس هذول بيطلع عندي اتليست 3 بيبو. انا دائما قلت لك الاتليست والاتموست حاول افهم العكس اسهل لك كومبلمنت ايوه بالضبط واللي حاب يوجد من 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و20 ويضيع وقته والله هو له الخيار هو حر يلا احسبوا لنا يعني بروبابيلتي لل1 وبروبابيلتي لل2 وبروبابيلتي لل3 ها يعني انا متوقع الاجابه تطلع ايه طبعا هذا الكويز اللي عندكم محلول ترى صح المراجعه هاي انا وديتها عندكم محلولها يلا شباب كنتوا تقولوا بروبابيلتي لل0 تيجي بتقول 20 كومبينيشن 0 صح ضرب 0.05 تو ذا باور 0 ضرب 0.95 تو ذا باور 20 هاي اول واحد بعدين بتقول زائدا صح معي ولا مش معي يلا زائد شو زائد 20 كومبينيشن 1 صح ضرب 0.05 to the power 1 ضرب 0.95 to the power 19 صح؟ صح كملوا يلا دكتور ليه 2 باور لأنه نقص واحد يعني صح ولا لا؟ نقص واحد ليه؟ في الأشش أول واحد 20 combination 0 ضرب 0.05 to the power 0 ضرب 0.95 to the power 20 هذا الزيرو صح؟ لا بدنا البروبابيلتي لل1 بصير 20 combination 1 ضرب 0.05 to the power 1 ضرب 0.95 to the power ايش يا بوي 19 بلس 20 combination 2 ضرب 0.05 to the power 2 صح ضرب 0.95 to the power 18 ويساوي صح لك يا دكتور وبدك تقول 1 minus الانسر هذا هو صح ولا لا صحيح. هذا الكلام اللي بدك انت تكون تعقله وتفهمه اسهل لي اجيب 0 و 1 و 2 من اجيب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 الى 20 تغلب طيب حلو الكلام نشوف السؤال اللي بعدي السؤال اللي بعدي شو بقول بقول اف ريبورت ذات 77% يعني كانك بتقول انا عندي احتمال مظبوط كانه عندي احتمال 0.77 اللي ضل 0.23 حلو الآن choose an 8 worker يعني كأنك بتقول إنه n equal 8 أنت تختار شو اللي بده إياه the random find the probability إيش معنات هذول ال age drive alone to the worker all drive to worker alone all معناته هذا هو ال b بما إنه بخص ال drive بحكي لي عن alone صح الأول. يعني كأنك بتقول x equal 8 كلهم بدنا اياهم يسوقوا الون بعد 8 combination 8 time point 77 to the power 8 time point 23 to the power
8 كومبينيشن ل 8 هذه 0 طبعا بوينت. نيجي هون نقول more than, more than يعني أكثر من, يعني كأنك بتقول x greater than 1/2 أكثر من 1/2. شو يعني كأنك بتقول أكثر من 1/2؟ طب ما هو في هذا discrete, كيف بتقول لي 1/2؟ يعني بقول لك هو قصد x greater than or equal to 2, هذا اللي بده. طب بدنا نجيب انت x greater than or equal to 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8, بقول هذا يساوي 1 minus probability, صفر ولا واحد؟ لا 0 plus probability لل 1, صح ولا لا؟ كيف تجيب probability لل 0؟ 8 combination 0.5.23 to the power 8, صح؟ وبنجيب 8 combination 1 × 77.77 طبعا to the power 1 × 0.23 to the power 7, صح؟ هذول بتجيبهم تجمعهم وبتقول 1 minus, صح يا شباب؟ طيب exactly 3, يعني كأنه بقول لك x equal 3, هذا اللي بده probability, كونه هنا جاي لك probability معناته هنا بده probability ل x equal 3. كيف بتجيب probability ل x equal 3؟ 8 combination 3 times 0.77 to the power 3 و 0.23 to the power 5, صح؟ صح. يعني الإجابة عليك وعاد الآلة الحاسبة اللي بتحسبها, مظبوط ولا لا؟ في حد عنده سؤال عليها؟ ليش ما قلت ان الايت هنا هي الاكس؟ ايه؟ ايه الايت, ايت وركرز. ليش اقول الايت؟ انت هذول الايت؟ لا شوف اللي اكس كيف بحددها, بقول لك all driver to work alone, هنا الاكس exactly 3 drive to work alone, قاعد بحدد لك انه ثلاثه منهم بيمشوا. اذا حددت الصفات يعني؟ اذا حدد لك الصفه هذه هي اكس, اللي هو بده منهم. اي اوكي. لكن هنا لاحظ السؤال اللي قبلي قال لك random of 20 American, هذول بتعرف عنهم صفة يزور أو لا يزور؟ لا ما أعرف. ها شايف عاد؟ إيه أوكي أوكي. لما تصير تعرف عنهم الصفة بصير كأنه بده probability إنهم, بس كونه بقول لك أنا عملت سحبت 20 واحد, سحبت 10, سحبت 15, طيب ماشي شو صفتهم؟ صحيح أقول؟ صحيح. طيب السؤال الأخير بقول لك اسوسييت ماركت ريسيرش فاوند ذات 40% اوف امريكان دو نوت ثينك ذات هافينج ا كوليدج ادوكيشن از امبورتنت تو سكسس ان ذا بزنس فور. طيب اوكي, يعني اقتراحهم او انه فرضيتهم انه بقول لك 40% كانك بتقول 0.4, بقولوا انه ليس بالضروره يكون معك شهاده حتى تكون ناجح بشغلك, معناته 60% شو قالوا؟ قالوا انه ضروري الشهاده, صح؟ صح. اف راندوم سامبل اوف 5 امريكان, هذول بتعرف عنهم شيء؟ نو نو, معناته ان ايكوال 5. فايند ذا بروبابيلتي اكزاكتلي تو بيبل, ها تساوي 2, ويل اجري وذ ا ستيتمنت وهذه هي كيو اكزاكتلي, معناته كأنه بدنا probability x equal 3. طيب at most 3 people يعني بده ال probability, ايوه at most x less than or equal
3. طيب بدل ما اجيب ال 3 و 2 و 1 و 0 شو بجيب؟ 4 5 بجيب probability لل 4 و probability لل 5. ليه probability لل 4 و 5؟ لانه ال 5 يعني اقصى شيء راح يكون لل 5 وبجمعهم وبقول 1 ماينس. بعرف كيف بحطهم انا بين اقواس يعني بجمع بعدين بطرح. هنا بقول لك at least two people. شو يعني at least two people؟ يعني 2 و 3 و 4 و 5 صح؟ طيب بدل ما اجيب 2 و 3 و 4 و 5 جبت 0 و 1 يعني كانك بتقول بده probability للx greater than or equal to. طيب بدل انا ما اجيب هذا الكلام بقول هو عباره عن 1 ماينس probability لمين؟ probability للزيرو صح؟ بلس probability لل1 صح يا شباب؟ fewer than 3. شوف يعني بيلعب لك في الالفاظ بس شو يعني fewer than 3؟ أكثر؟ ها؟ أكثر؟ أكثر ولا أقل؟ أقل. ها. أقل من ثلاث. يعني زير وان تو. خلاص جيب زير وان تو واجمعهم. دكتور في مصطلحات ثانية ولا لا عشان ما. لا 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 بس قلت لك يعني هو بتلعب لك فيه الات موست ات ليست جريتر ذان ليس ذان فيور جريتر. ذان 3 يعني 3 ما هي داخلة؟ يعني زير وان تو. هذه لك وما تتوقعش يعني هو راح يجيب لك at most at least less than or equal greater than يعني هذه الكلمات المشهورة يعني تمام يا شباب كلامي دكتور الله يعطيك العافية هاي الفايل اللي شفناها الورقة هاي الورقة أتوقع معكم حلها صح؟ وشفناها يعني كيف شكلنا ال معي أنتم شايفينها هاي الورقة الجديدة هاي لا أكتيف ليرنينج مو مبين شيء حلو ها مو طالع شيء مش طالع طيب ماشي هاي قصدي لا أكتيف ليرنينج هاي أحلنا هاي عندكم حللناها مع بعض يعني إذا حدا عنده سؤال فيها كيف جبناها كيف نحلها ونفس الأفكار تقريبا حابين تشوفوا 12 بنوريكم إياها اللي عنده سؤال يسألني على يعني هذا اللي بالورقة اللي قبل شوي كنا نعرف طبعا الأسئلة ممكن تجيكم في الكويز يوم السبت هذه يعني اكسترا وانا نزلت لكم في مراجعه يعني كويز شابتر 3 نزلنا لكم حلول صح؟ نزلت لكم اسئله على هذا كانه صح؟ هاي المحلول الورقه اللي حلناها قبل شوي والورقه الاكتف ليرنينج هاي محلوله كمان واتوقع نزلت لكم مراجعه شابتر 3 محلول اسئله وحلهن كمان صح ولا لا؟ صح في كويز شابتر كمان ايوه بالضبط وفي ريفيجن اللي علينا الكويز اي شابتر؟ كويز شابتر 3 هو راح يكون شابتر 5 شابتر 5 قصدي اسف شابتر 5 اوكي يعني هذا اللي بنروح ل 12 ايش 12؟ 12 بنروح ل 12 ما فيش عندنا مشكله بس خليني اشوف ماشي ما شو قلنا شابتر 5 كويز كويز دكتور وش اللي يفرق عن الورقة هذه وعن الورقة اللي اخذناها قبل شوي؟ ايش اي ورقة؟ اي تو لا هذه اكتف ليرنينج ولا اشتي ولا بفرق شيء بس انا كنت عامل هاي لل لا يعني مراجعة برضه حلو موضوع طيب بدي اعمل لك شير بس هاي
بس هذا chapter 5 هذا اللي هو الكويز. فلو correctly probability مين من صحيح؟ مين من صحيح؟ تقع كلها إنه summation اللي probability x لازم يساوي صح ولا لا؟ وخلينا شوي يعني أيوة بالضبط. أولا مين اللي summation فيهم ومين اللي بعطيك family of three children؟ three children إما 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 0 1 2 3 هاي هو بي. هنا بقولك following distribution represent a probability distribution. الفكرة برضو هذا A مرفوض صح ولا لا؟ سهل سهل B minus هذا اجمعه واجمع هذا واجمع هذا المفروض يعطيك probability equal 1. مين فيهم يعطيه equal 1؟ تطلع B. برضو هنا determine which of the following distribution represent not the probability distribution. not the probability معناته summation اللي probability لازم يكون greater than 1 صح ولا لا؟ أو يكون في سالب أو يكون أيوة. هنا بقول لك find A 93 بيظل 97% لا A وخلاص. نفس فكرة اللي كان معنا سؤال قبل شوي صح؟ فكلهم بدون find the value K. هاي شو يعني K هنا؟ بدك تقول 3K و K بصير 4K صح؟ هاي 4K شايفين 3K وهاي بلس كم؟ يكون واصل اجمع هاي واجمع هاي واجمع هاي على الآلة الحاسبة ها؟ هاي بوينت 41 بلس بوينت 41 بلس بوينت 26 بلس بوينت 13 ايكوال هاي بلس بوينت 8 كل مجموعة صح؟ لازم قديش يساوي هذا؟ 1 معناته 4K صح معي لازم يساوي 0.2 معناته ال K تساوي 0.02 over 4 هذا هي. إذا 0.02 0.2 تقسيم تطلع 0.2 هاي مضبوط ولا يا شباب؟ مضبوط يا دكتور. هذا السؤال هاي في عندك 3K مضبوط مضبوط و 2K بدل ما احنا قلنا هون 4K شو بصير؟ 5K صح ولا لا؟ صح يساوي زائد اجمع هاي واجمع هاي هاي 40 و 42 بتصير 82 هاي 82.82 صح؟ لازم يساوي 1 روح بصير عندك 0.18 تقسيم 5 ايكوال هاي 36% هي الفكرة هي بس شو تكون فاهم أنت؟ المفروض تكون فاهم إنه المجموعة summation equal 1 صح؟ صحيح صح. هنا بقول لك find the probability x more than or equal to. شوف هنا كتب لك إياها. طب قبل شوي في الورقة اللي حلناها شو كان كتب لك إياها؟ كتب لك إياها كتابة صح؟ كان كتب لك probability لا اكس كان كتب لها رموز ليتر ايوه رموز ايكوال تو فهي مجرد لعب بال ولا الفكره هي هاي هو بقول لك ليس ذان اور ايكوال تو 2 طيب ها probability مش انا قلت لكم ممكن يجيب لك ليس ذان اور ايكوال تو 2 ولا جريتر ذان 2 ولا هذا مظبوط هنا شو بقول لك اكس اتليست 3 شو يعني اتليست 3 يعني 3 و 4 و 5 مظبوط ولا يا شباب؟ تسعد يعني لا تفكر الاسئله شيء عظيم يعني شايفين كل بس كل الثواني بالحل فايند ذا مين تعرف تضرب 1.32 تايم 0.2 3.4 1 كذا وتجمعهم وتوجد المين طيب هنا بقول لك الاكسبكتد فاليو شو يعني اكسبكتد فاليو؟ نفس المين الظاهر نفس هالمين مظبوط ولا لا؟ بس لعب بالالفا بس المفروض كطالب انا اكون عارف انه اكسبكتد مين هي نفسها قيمه المين الاكسبكتد فاليو قصدي هي نفسها المين صح؟ صح طيب هاي 11 سؤال كم دقيقه حلناهم انا وياكم؟ يمكن دقيقتين يمكن صح ولا لا؟ تعال كمل هنا شو بقول لك؟
اف ذا مين ايكوال كذا فايند ذا فيريانس. طيب المفروض انك تقول والله بدي اربع واضرب اربع واضرب اربع واضرب اربع واضرب واطرح 2.7 سكوير صح؟ بس والان حاسب انك تربع وتضرب مضبوط يا شباب؟ مضبوط الاكس بقول لك فور ذا ديسكريت فاريبل اكس هاز بروبابيلتي كذا كذا فايند ذا ستاندرد ديفيشن. طيب شو بفرق ستاندرد ديفيشن؟ الان مش معطيك المين، بدك انت تجتهد تجيب اول شيء المين بعدين تجيب ستاندرد ديفيشن، يعني هذا اصعب شوي، يعني اللي فوق كان معطيك المين مريحك. طيب هنا بزياده خطوه صح يا شباب؟ صح اوجد لكم اياه ولا لا؟ ما يحتاج الإجابة موجودة يعني ما عليك إلا تتحقق منها. طيب هنا بقول لك ذا discrete random variable the following probability كذا find the expected value اللي هي المين and the standard deviation وحاط لك إياهم جوا أقواس. طب مش بيشبه هذا السؤال ولا لا؟ مش أنت هنا اضطريت توجد في السؤال اللي قبله مش اضطريت توجد المين حتى توجد standard deviation؟ طب هون جاي لك أعطيني إياها الثنتين مظبوط ولا لا؟ مظبوط مظبوط. طيب how many outcome in the binomial experiment 2 هذا سؤال معرف. compute the probability x equal 4 6 using binomial formula n equal 8 b equal 0.29. صعب هذا السؤال؟ ما بدكش تقول 8 combination 4 time 0.29 to the power 4 time 71 ايوه to the power 5 4 صح؟ دكتور معليش انا نسيت لو تخلى الها الثنتين يا ابوي الاوتكم سكسس فين ابيض اسود احمر اخضر بس هذه الاوتكم للباينوميال. هاو ماني اوتكم باينوميال اكسبيرمنت باينوميال اسمها باينوميال باي يعني ثنائي ثنائي التجربه باي تيسينج ا كوين الشيلدرن هذه الباينوميال باينوميال يعني ثنائي الاوتكم فالاوتكم لها ثنتين دائما ابيض اسود ممتاز صح يا شباب؟ طيب السؤال اللي تحتي هاي بقول لك ان ايكوال 10 وبي ايكوال كذا اكس ايكوال 5 شو بيفرق عن السؤال اللي قبلي؟ اللي حافظ القاعده ان كومبينيشن اكس صح؟ بي تو ذا باور اكس كيو تو ذا باور ان ماينس اكس ما بيعيقوا اي سؤال صح؟ صح بسيط بسيط ان شاء الله جدا بسيط بس بده شويه انتباه على الاله الحاسبه لما انت تحط الارقام. طيب a fire coin flip 5 times هاي الان what is the probability that the coin come up have exactly 4 يعني نفس السؤال اللي هنا كان بقول لك x equal 4 n equal 5 والبروبابيلتي للهيد كان 1 over 2 صح؟ بعد كده بقول لك البي ايكوال 1 اوفر 2 الكي 1 اوفر 2 الان ايكوال 5 والاكس ايكوال 4 بدك تقول 5 كومبينيشن 4 تايم 1 اوفر 2 تو ذا باور 4 1 اوفر 2 تو ذا باور 1 دكتور هنا كيف بنعرف الكيو ولا ولو هاي قاعد بقول لك اكزاكتلي الهيد يظهر اكزاكتلي 4 تايم قديش احتمال الهيد يا ابوي الهيد نص خلاص واللي ضل نص نص صح الواحد تركز شوي وتفهم السؤال. طيب هذا السؤال حلنا احنا وياكم في الورقة اللي سابقة صح ولا لا؟ ايه 77% من هذول العمال بروح على الشغل لحاله chosen 8 هذا 8 هذا الان هذا هو البي صح ولا لا؟ exactly 3 هذه هي الاكس صح ولا لا؟ ما بدك تقول 8 combination 3 ضرب 0.77 to the power 3 time 23 to the power 5 صح يا شباب ولا لا؟ صح اه شو يعني؟ هون بقول لك student take 20 question 20 هذا الان in exam 5 choice 5 choice معناته خياراته من خمسه قديش احتمال يجيب الصح؟ واحد من خمسه واحد من خمسه وقديش الخطا؟ اربعه اربعه من خمسه find the probability of guessing at least 15 out of at least 15 أصغر منه يساوي أتليست يعني على الأقل 15 لا أكبر منه يساوي 15 أتليست يعني على الأقل 15 يعني 15 16 17 18 19 20 مظبوط ولا تحسب من الفوق وتنقص لا ليش تحسب؟ بقول لك أتليست 15
تحسب الكومبينيشن اللي فوق 16 17 18 ايوه لا هم اللي بتحسبهم بس 16 ايه؟ 15 16 17 18 19 20 وتنقص من واحد لا 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 لو قال لك ات موست كان بتقول اه والله باخذ ايه خلاص بس لاحظ الات ليست يعني ال 15 اقرب من ال 20 ليش اروح اعكس ايه صح 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 ولا لا صح دكتور اه بدك تنتبه ان الات ليست اسهل لي ولا ايش احسب هنا بدك تحسب ال 15 16 17 18 19 20 6 طب هنا قديش بدي احسب بدي احسب 15 او 14 مين اسهل لي اللي اقل 15 احسب من 15 ل 20 مضبوط مضبوط هنا شوف شو بقول لك student is the question كذا كذا true or false هنا true or false قديش البي دكتور معلش بالسؤال اللي قبل فيه هذه لها دخل في البينوميوم او طبعا يا رجل ما هو يا بيجاوبها صح يا بيجاوبها غلط السؤال طيب الكيو الكيو انا قلنا لك اذا واحد على خمسه كان يجيبها صح واحد مش انت تختار صح واحد من خمسه بتكون الصح واحد من خمسه الكيو البي صح الصح أيوة. واحد من خمسة يعني معقول أنا أكون جايب لك أربع خيارات صح وواحد غلط؟ لا أكيد بايو قاعد بقول لك أبروت كوركتلي صحيحة يعني احتمال كوركتلي واحد على خمسة طب احتمال الغلط أربعة على خمسة أي. طيب هنا قاعد بقول لك true or false قديش البي؟ واحد نص واحد نص وقديش الكيو؟ نص لأنه يا ترو يا فولس يعني خيارين بس find the probability of basing if the lowest basing grade is 15 correct out of 10 20 يعني بقول لك حتى ينجح لازم يجيب 15 معناته بدي احسب له انه احتمال قديش يجيب 15 16 17 18 19 و20 هذا بيكون احتمال النجاح عشان يعدي المادة صح ولا لا؟ صح اه هاي اللي كتب لك b x greater than or equal 15 n equal كذا b equal كذا و q equal كذا هون هذا حلناه طبعا يعني لو ترجعوا للمحاضرة او لورقة العمل اتوقع انه حليناه برضو مش مشكلة b 4 كذا choosing 10 student ما بعرف عنهم ولا صفة هذه هي الان صح ولا لا؟ find the probability that no more than two no more than two drop out شو يعني no more than two ليس أكثر من اثنين يعني يا zero يا one صح هاي معنى no more than two drop out two more no more than ليس أكثر من ما قال لك or equal No more than يعني 0 1 كم احتمال هذا يا دكتور؟ قال شو تجيب احتمال الزيرو؟ لا لا احتمال الزيرو لا لا اكلمك على عددهم كيف عدد ايش؟ قايل لك 10 بيبل عندك يعني يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 يا 7 يا 8 يا 9 يا 10 هذا الاكس هو شو بقول لك هون؟ No more than 2 drop out No more than تو ليس اكثر من اثنين يعني يا صفر يا واحد طب كده بتجيب بروبابيلتي للزيرو وبروبابيلتي للون وبتجمعهم دكتور البي 10 بوينت 3 البي البي هي بدك تكتبها بلغه الاحتمال هاي بي ايكوال 0.103 والباقي هو يو راح تضل الباقي 0.897 والآن عندك equal 10 هو بده no more than معناته هو بده probability للزيرو plus probability للواحد دكتور تفضل يا بول الحين هو قال no more than 2 يعني ما أخذ اللي فوق 2 صح؟ لا no more than 2
no more. ليس أكثر من اثنين. Zero one بس. المفروض هو no more than two يعني ما أخذ اللي فوق التو. نعم. لأنه قال no more. آه. فبيعرف ليش إنه بس zero one ليش ما أخذت التو. مين هو اللي بدي يعرف؟ اللي سأل. هاي هاي no more than هاي شو معنى no more than two؟ يلا جاوبوني ايش يعني no more than two drop out؟ ليس اكثر من اثنين يعمل drop out يعني صفر واحد بس. وبس بس. ايوه بتجيب probability للزيرو probability للون ها؟ طبعا تمام الكيو يا دكتور جبتها من العشرة هنا نقصنا واحد ناقص هاي نقصنا واحد ناقص هاي ايه اما الكيو والبي نفسهم ما هو شوف شو بقول لك 10% بيعمل دروب اوت طيب والباقي ما بيعمل دروب اوت انا شو بقول لك الباينوميال بيقسم المجتمع الى قسمين قاعد بقول لك 10% بيعمل دروب اوت طب واللي ضله ما بيعمل دروب اوت مزبوط مزبوط ومن صيغه السؤال بدك تفهم انه هنا باينوميال انا بقول لك 40% بيلبس شماغات شو ضل باقي 60% مالهم ما بيلبسوا ممكن بيلبسوا طواقي ما بعرف المهم بيلبس شماغ اذا انقسم المجتمع يلبس شماغ ولا يلبس شماغ يلبس ثوب يلبس نظارة صح؟ لما يقول لك 60% من الطلاب تحضر مبكرا للمحاضرة شو معنى؟ يعني قسم يعني المجتمع إلى قسمين 60% يحضر مبكر و 30% لا يحضر مبكر 40% صح؟ صح هذه الله يعطيك العافية تعبناك معنا لا عادي بس قلت لك كيف تفهم طريقة السؤال؟ ما قسم لك قال لك والله 40% يلبس ثوب و 30% يلبس جينز و 50% يلبس ما جزء قال لك 40% يلبس ثوب وسكت معناته الجهة الثانية اعتبر المجموعة مقسومة إلى قسمين يلبس ثوب ولا يلبس ثوب حلو مضبوط واللي يذكر بالسؤال هو ال أيوة اللي يذكر بالسؤال هو البي يعني هو قال لك 77% مالهم worker age 60 and over drive alone to work صح؟ إيه. شو معناته هذا الكلام؟ يعني يا بروح لحاله على الشغل ونسبتهم 77% يا بروح اللي صفوا 23 صح؟ إيه. ما قال لك والله 77 بروح لحاله و 20% بروح اثنين مع بعض و 3% بروحوا ثلاثة مع بعض لا هنا قال لك 77 بروح لحاله طب والباقي ما لي فيه ان شاء الله بروح مشي على جريه بروح على عينيه المهم 23% بروحوش لحاله مضبوط طب تفهم انه المجتمع مقسم الى قسمين وهذه هي الباينوميال تو اوت كم صح صح وضحت وضحت ان شاء الله ها. طيب نروح نشوف اللي بعده هنا بقول لك برضو هذا حلينا a binomial random variable x equal 12 and b equal 0.3 the mean and the variance of x are طبعا شو بدك تقول هنا n equal 12 و b equal 0.3 بده المين والفارينس المين هو n في b مصبوط ولا لا والفيريانس ان في بي في كيو صح ولا لا يا شباب صح دكتور بس يلا مين هي المين ولا تطلع كانها دي لما تقول 3 بالعشرة ضرب 12% وحلينا هذا كان سؤال قبل صح طيب a die is rolled 210 time find the mean standard deviation of numbers of 3 قديش احتمال تحصل على 3 لما ترمي حجر نرد واحد ترمي حجر نرد قديش احتمال تحصل على ال 1 على 6 ممتاز هنا
النجاح بالنسبة له إنك تحصل على 3. طب والفشل 5 over 6 يعني أي رقم غير 3 هو فشل صح؟ ما كأنك بتقول إنه الآن equal 210 B equal 1 over 6 والكيو 5 over 6. طيب شو بده هو؟ بده منك المين والستاندرد ديفيشن. طيب ممتاز، المين ان في بي والستاندرد ديفيشن السكوير روت لان في بي في كيو، صح ولا لا يا شباب؟ صح دكتور. صحيح. تمام، ضربتوهم وجدتوهم دي يا دكتور دي هاي ما هو ما انا مجاوبها تغش مني قاعد لا وحلت. طيب يا if 3% of calculator are defective 3% خربانين شو معناته؟ 70% صالحين. قسم المجتمع الى قسمين ولا لا؟ لو قال لك 3% خربانين، 4% صلاحيتهم شهر، 6% صلاحيتهم شهرين، كان صارت فيها توزيعة مختلفة، بس هو بقول لك 3% خربانين. إذا 97% صالحين. هذا هنا بفهم إنه باينومي. Find the mean and standard deviation of 300 calculator. المين هو N في B، هذا الN. صح ولا لا؟ اضرب 300 ضرب 3% بيطلع 9. اضرب 300 ضرب 3% ضرب 97% خذ لها الجذر بيطلع عندك 2.95. دكتور الان 300 صح؟ اه ايه تمام 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 اي حشيشو حشيشو ولا راح؟ ارسل لك استاذن هو استاذ أنا ما عنده مشكلة يعني عنده ولا شيء لأنه هو سأل قال بدي أروح على أوكي لأنه هو قال بدي محاضرة 12 محاضرة 12 هاي محاضرة 12 حلينا جزء منها كثير هنا ليه مش التركيز زيادة يعني. نعم هذه كلها 11 و12 هذه 11 و12 نعم هو شابتر 5 وهاي منزلة عندكم على الجروب نزلت لكم إياها يعني. ليش 12 يعني اي شيء بخص 11 و12 كانه كم ورقه نزلت لكم واوراق الاكتيف ليرنينج ثنتين والكويز 5 وكويز ريفيجن في كمان صح تقريبا 6 ورقه حتى في كويز 3 لا كويز 3 ريفيجن ما في هو كويز ريفيجن ل 4 و5 و6 و7 في الورك شيت في الورك شيت برضه نزلت انا طلعوا عليه والأسئلة ما راح تطلع عن نطاق هالموجود والله دكتور سهل صح الله عادك أنا أتمنى إنه فعلًا يكون سهل ومتناول اليد سبن ما في صح يا دكتور لا سبن كيف ما في شابتر سبن إيه إني ما شفته لا نزلت لكم لا نزلت لكم مش الكويز نزلت لكم أنا ريفيجن عليه في ريفيجن ار مكتوب عليه ريفيجن ار اسئله ومحلوله حلها بجنبها زي هيك هي اوريك اياها يا دكتور هاي أبوي كيف يا دكتور الله عافيك بس بدي أوريك شابتر 7 لأني نزلت عليه أنا شو اسمه أسئلة كأنه هذا هاي شايفه هاي أسئلة على شابتر 7 هاي دعاء الرقرشي بين معكم؟ ايه يا دكتور هذا كله إيه. على شابتر 7 هذا ايه هذا إيه هاي اجابته هاي الاسئلة وهاي اجابته معه هاي هنا مضبوط نزلت لكم شابتر 4
و5 و6 و7 زي هيك، لانه هذول 4 و5 و7 هذول اللي عليهم اعتماد بالاسئله بالفاينل بدك الصحيح. ايه انه هذا اللي قبل خذيناها. وامس نزلت لكم شو اسمه على شابتر 1 و2 و3 ملخص يغنيك عن انك تطلع على المحاضرات اللي هو فيه الفلو شارت، رسمات الفلو شارت وفي جميع الافكار اللي ممكن تستعين فيها. يعني لو كل واحد درست عليه ساعه 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 بتكون انت خلصت الشابتر. الدروس الاولى دكتور ان شاء الله سهله ان شاء الله، بس انا نزلت تلخيص عشان خلص يغنيك عن اي شيء ثاني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أجل الله ما قصرت. الله يسلمك. هي أسئلة ثانية نقدر نشاركوا فيها. الله يبارك فيك. يا. ودرسوا كويس. امتحانك الساعة 7 يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا شباب. دكتور بس بسألك كلمة خاص بس بحق اختباري إعادة لكلمتك بالنسبة إيش ماله؟ ألو هلا دكتور إيش